السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم يوم 17 شهر 7 2019. بس الرسالة انتي قصيرة وبنتكلمها لإخوة السودانيين. رسالتي موجهة للإخوة السودانيين الأعزاء الأشقاء الجيران. خليك على مدى أسماء دي، أنا تشاديان وصوت الشعب، أنا تشادي أفريقي سوداني. بما يخص الاضطرابات اللي بتكون في السودان، أن إحنا شعب دولة تشاد ما بنرضى بها قط، وما بنرضى أي كان يقتل الشعب السوداني ولا أي كان يؤذي الشعب السوداني. بالمناسبة في الأيام الفاتو عندنا أشقاء إخوة من دولة السودان بيتكلموا عن الثورة، بيتكلموا عن حميتي وما أشبه ذلك. اليوم النقطة كلها أنا بنركز داير نتكلم في حميتي. حمدان دغلو ده كان هو تشادي ده من قبال لما تجيبوا لنا، كان هو تشادي ده قبال لسه قاعد في السودان، ما لما جبتوا لنا ولا ما لما ذكرت في الوسائل الإعلامية دي قلت هو تشادي. يا جماعة أن إحنا شعب تشادي بنحترمكم أخواننا في السودان ومنقدر ظروفكم أنتم بتمروا بها، ولكم الحق تختاروا أيا كان أنتم الدوري يمثل سياستكم، لكن بس خليكم يا جماعة من الكلام والشتم في التواصل الاجتماعي ده بجرحنا نحن أخوانكم وأشقاكم. تشاد والسودان كلها دولة في إفريقيا، دول قاعدة في إفريقيا، ومنحترمكم يا أخواننا السودانيين، لكن بس ما تجرحوا، ما تجرحوا يا جماعة، ما تجرحونا، ما تجرحونا يا جماعة. أنا منقدر ظروفكم يا أخواننا السودانيين والله العظيم. لما أنتوا تتكلموا في شبكة التواصل الاجتماعي دي كلام عن التشاديين وحميتي، تتكلموا فوقها إنه هو تشادي وتلزوا له تشادي. يا جماعة أخجلوا شيا، رجل ثاني في الدولة السودانية تقولوا هو تشادي، تلزوا تجيبوا تشاد ولا تحكموا ولا سو، ده عن طريقتكم من زمان. ده أخواننا السودانيين، أنتوا قاعدين في السودان والرجل ده قاعد معاكم، خلاص السودان صار فيها مشاكل وكده، خلاص تنسبوا لنا هو تشادي وتشتموا في التواصل الاجتماعي؟ لا لا لا، ما بيكون. وحتى انا تشاديانو ده، انا سوداني وافريقي، رايكم شنو في الكلام ده يا اخواني السودانيين؟ انا تشادي سوداني افريقي، كيف انتوا كلامكم شنو دايرين تقولوا شنو في الكلام ده؟ وحمدان ده رجل ثاني في الدوله السودانيه وبنحترم السياسه السودانيه، لكن بس ما بنرضى اي نادم يمرق في التواصل الاجتماعي يشتم عن السودانيين ولا يضرب السودانيين ولا يقتل السودانيين ولا يؤذي السودانيين ولا يذل السودانيين. ده أن احنا في تشاد ما بنرضى به، وبالذات أن احنا كإخوانكم والجوار حزن الجوار ما بنرضى قط كلام منطط في شبكة التواصل الاجتماعي، ما بنخسده. وربنا يخلي السودان ويعز الشعب السوداني الشقيق ويخلي بلدنا تشاد نكون لكم سند. يعني المصيبة اللي انتم فيها دي أننا بقى ما بنرضى، والحمد لله اليوم تم الاتفاق بين القوى السودانية. لكن لو كنتوا يا الشعب السوداني العزيز احترموا قوانين الدولة، احترموا قوانين الدولة يا أخواني السودانيين. أنا إحنا منقدر ظروفكم ومنحترم سياستكم، لكن بس يطلعوا لنا واحدين في التواصل الاجتماعي بنشروا صور حمدان وبتكلموا إن الرجل ده تشادي وكده كده، اخجلوا يا جماعة، اخجلوا من حالكم، اخجلوا شيا، اخجلوا شيا واحترموا قوانيننا البلد السودان ده، احترموه يا جماعة. كفانا في إفريقيا تفكك، وكفانا في إفريقيا قتل، وكفانا في إفريقيا ذل. الرجل حمدان ده عمل شنو في تشاد؟ عند بيت في تشاد؟ عند مرة في تشاد؟ عند ماشية في تشاد؟ عند شنو في تشاد؟ يا جماعة اخجلوا شيا أخواني السودانيين، اخجلوا. ونحن كإخوة، نحن إخوة بيناتنا، معناتا بيناتنا ده صلة رحم كثيرة بين السودانيين والتشاديين.
والمنطقة الحدودية دي زي ما أنتم تعلموا فيها إخوة تشادين وفيها إخوة سودانيين. ما خلاص تطلعوا لنا حمدان حميتي ده تقولوا ده تشادي وتتكلموا كلام فارق في التواصل الاجتماعي. ربنا يزيد الأمن في السودان ويزيد الأمن في تشاد. ونحن من أدعموكم في تشاد نقف معاكم في ظروف اللي أنتم بتمروا بها يا أخواننا السودانيين. بس خليكم مترابطين وخلوكم متكاتفين. دي الظروف السودان اللي مرت بها دي ما ظروف ان واحد يقول ده فلان كده وده فلان كده، لا، اتكاتفوا عن بعض وكونوا اخوه سودانيين مترابطين عشان تودوا البلد، تمرقوا البلد من الازمه. دي رساله تشاديانو بسيطه للاخوه اللي بيتكلموا في التواصل الاجتماعي عن حمدان دغلو المعروف بحميتي. رساله لكم انت اخواني الشباب اللي بتنشروا اشاعات في التواصل الاجتماعي وبتجوروا تجوبوا الزعزعة بين الشعب التشادي وبين الشعب السوداني الشقيق. الرجل حمدان ده ثاني في السودان، لو هو تشادي لكان ما خليته من بدري، لكان ما خليته من بدري، ما خليته من بدري، ما شفناكم حتى تكلمتوا قبل ده هو تشادي وكده، لا، وكان هو تشادي، هو سوداني افريقي. ان افريقيا دي أرضه وإفريقيا دي بلده، وحال اليوم ما في أوروبي بيجي يحكم السودان، كلنا نحن سواديين. أيوه حتى أنا ده سوداني باكر، أنا ممكن نجي السودان، حتى أنا اليوم تشاديانو ده أنا سوداني أفريقي. أيوه وكل أسود أفريقي. كفانا من التفكك، كفانا من عدم المفاهمة، كفانا من الذل يعني، خلينا نترابط. الميم الانسان ده نيته سليمه، الانسان نحن بنشوف عن كسب انه نيته سليمه. وفي ناس دايرين يجيبوا الزعزعه وعدم الاستقرار لبلدنا الشقيق السودان. السودان بلدنا الثاني، ما بنرفضه، ونحن افارقه ولينا الحق في السودان، والسودان بلدنا زي ما انتم تقولوا انتم سودانيين. تشاد اصلا بلدكم وافريقيا ارضكم. لكن بس الكلام اللي بيجرح في شبكات التواصل ده خلوه، الحمد لله بعونه تم الاتفاق في بلدنا السودان الحبيب الشقيق. ربنا يزيد الامن والنعمه في السودان. وتحيه خالده حمدان دغلو ده كان حتى لو تشادي، احنا ما بنقول لكم تشادي بعد السنين اللي قضاها معاكم والعمر اللي عاشها معاكم والتضحيه اللي قام بها في السودان، ما بيرجع يكون تشادي. اديناكم لو حتى لو كان تشادي، حتى لو تشادي اديناكم لو، وربنا يزيد الامن في السودان. دايرين العافيه ودايرين السلام في السودان. نحن في الوقت الراهن ندور العافيه والامن في السودان وندور الازدهار في السودان ونشوف السودان يستقر. والحمد لله بعونه تم الاتفاق اليوم يوم 17 شهر 7 2019، تم الاتفاق في السودان، ونشوف السودان يزدهر ونشوف السودان يكون بلد آمن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.